مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونطالع فيها. يمن مونيتور: اليمنيون ساخطون على أول حكم للحوثيين بإعدام صحفي. موقع المشاهد نت يتساءل: لماذا اقتحم مسلحو ميليشيا الحوثي مدارس في مدينة إب أثناء الامتحانات؟ من الصحافة الدولية: المندوب الروسي مهاجما نظيره البريطاني في مجلس الأمن، لماذا تنظر بعيدا وأنا أتحدث؟ انظر باتجاهي. في أكثر الأخبار قراءة: لص صيني يسرق هاتف امرأة ويختبئ في مركز للشرطة. أهلا بكم. أثار الحكم الميليشياوي الذي أصدرته سلطات الانقلاب يوم الأربعاء في صنعاء بحق الكاتب الكبير يحيى عبد الرقيب الجبيحي ردود أفعال ساخطة ومنددة بهذا الحكم الجائر. وقال مراقبون للموقع بوست أن حكم الحوثيين على الكاتب الصحفي يحيى الجبيحي بالإعدام بتهمة التخابر مع دولة أجنبية منطق أبله وسخيف، ولا يتوفر فيه أدنى أساسيات الحكم المنطقي والقانوني. وقالت مصادر مقربة من أسرة الصحفي الجبيحي للموقع بوست إن المحكمة الجزائية المتخصصة في محكمة أمن الدولة بصنعاء حكمت بالإعدام عليه بتهم مزيفة وملفقة منها التخابر مع دول معادية. وأضافت المصادر أنها تفاجأت بصدور هذا الحكم دون محاكمة مسبقة أو تعيين محام للدفاع عنه، وأن ميليشيا الحوثي بدأت بمحاكمة الصحفي الجبيحي قبل شهرين وتم تحويله إلى النيابة حينها في ظروف لم تتوفر فيها أدنى معايير الشفافية والمحاكمة العادلة. في ذات الموضوع عنوان موقع يمن مونيتور: اليمنيون ساخطون على أول حكم للحوثيين بإعدام صحفي. وقال الموقع: انتشرت الآلاف من المنشورات في فيسبوك والتغريدات على تويتر تهاجم الجماعة المسلحة وتطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي الذي حكمت عليه بالإعدام. يضيف الموقع: لم يسمح قاضي المحكمة للمحامي بالدفاع عنه، وكانت التهمة أنه متعاون مع دولة أجنبية، وحكم عليه بالإعدام في الجلسة الثانية فقط من بدء محاكمته التي تمت بسبب معارضته لسلطة الحوثيين. وكان الحوثيون قد شكلوا لجنة أسموها لجنة العفو للإفراج عن اليمنيين الذين تم اتهامهم بموالاة الحكومة اليمنية ولم يشاركوا في أي معارك، وأصدرت قراراً بالإفراج عن الجبيحي لكن القاضي رفض ذلك سابقاً. تكتب سحر الجبيحي مخاطبة والدها الملقى في سجون ميليشيا الحوثي منذ 6 أشهر، تكتب بأمل كبير وبذكريات موجعة تتمنى عودتها عن والدها الصحفي الذي حكم عليه في صنعاء فجأة بالإعدام. تقول سحر: والدي هو واحد من أبناء الشعب الذين أعدمت أحلامهم المشروعة بوطن يتسع الجميع ويكفل حق المواطنة وحرية التوجه وحرية الصحافة، وواحد من أبناء الشعب الذين أعدمت رواتبهم التي يعتاشون منها ويعيلون بها أسرهم، وواحد من أبناء الشعب الذين اختاروا أن يبقوا في وطنهم رغم كل الحروب الممنهجة ضدهم من الداخل والخارج. اليوم يواجه هذا الحكم المجهز مسبقا ودون السماح للمحامي حتى بالمرافعة. أما نحن كأسرة من أسر كثيرة ذاقت ويلات هذه الحرب على كافة الأصعدة، نؤمن أن المجد لمن يقف أمام المدفعية لا لمن يحتمي خلفها، ونؤمن أن الله ولينا فلا نعول ولا نستند إلا على الله الذي خلق هؤلاء ليبتلي بهم المؤمنين ويبتليهم بأنفسهم. ولأن القضاء بكل طقوسه وشخوصه أصبح خاضعا لسلطتهم، ولأن كل ما حدث منذ بداية الأمر غير قانوني، فلا بد لهذا السيناريو أن ينتهي بلحظة تنوير نسحو بها من كابوس ميليشيا الظلام. أبي، أين مني مجلس أنت به؟ أغنية الأطلال التي نحبها وتناديني لنسمعها معا لم أجرؤ على سماعها يا أبي منذ أشهر. قصائد التي أنت أول من يقرأها وينقحها لم تجد من يراجعها. مكتبتنا التي لا يمر يوم إلا وتسألني عن أحد كتبها لتراجع شيئا ما بداخلها أو لتقرأه مرة أخرى، تنتظر سؤالك عنها وتنتظر أن نستكمل أرشفتها أنا وحمزة. مقيلكم الذي أتذمر منه في كل جمعة صار هدوءا موحشا منذ أشهر، ابتسامتي شاسعة لكنها منهكة بكثرة التمني.
التفاصيل تجرح كل منام وكل غفوة وكل التفاتة وكل شروق شمس، ومع كل هذا وذاك لازلت أرقب خطاكما في كل طرقة باب وفي كل ضوء سيارة يتطفل ليلا من أسفل باب المنزل، ولن أبرح حتى أبلغ الباب للقائكما. قال موقع المشاهد نت إن مسلحي جماعة الحوثي وصالح اقتحموا عددا من مدارس البنات بمدينة إب بقوة السلاح وسط حالة من الفوضى والهلع والرعب في أوساط الطالبات والمعلمات. وأفادت مصادر تربوية بأن الميليشيا اقتحمت مدرسة عائشة بمدينة إب بقوة السلاح وقامت بتمزيق أوراق الامتحانات النهائية للطالبات والتي بدأت أمس الأربعاء وأجبرت الجميع على توقيفها. المصادر أكدت أيضا اقتحام جماعة الحوثي لمدرسة 14 أكتوبر ومجمع السعيد التربوي بمديرية الظهار في المحافظة، وتم ترويع الطالبات والمعلمات ومنعهن من أداء الامتحانات. المصادر قالت بأن عملية الاقتحام بسبب تقديمهن لاختبارات الشهادة النهائية، وهو ما كان متفق عليه مع إدارة التربية بالمحافظة وعلى علم مسبق بذلك بعد عجزهم عن تسليم المرتبات. يتابع الموقع: عقب الحادثة نظمت الطالبات والمعلمات تظاهرة حاشدة خرجت إلى أمام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة رفضا للحادثة وتعبيرا لاستنكارهن للاقتحام والترويع. عدد من العناوين المتعلقة بسير المعارك جاءت في موقع سبتمبر نت، منها اشتباكات عنيفة في جبهة عسيلان وأسر مقاتل أفريقي في صفوف الميليشيا، ومن المخا قوات الجيش تقتحم معسكر خالد وتسيطر على الأجزاء الغربية، وعنوان آخر مصرع اثنين من قيادات الميليشيا الانقلابية في المخا، وفي ميدي الجيش الوطني يطوق المدينة من كافة الاتجاهات ويسيطر على مواقع وأحياء استراتيجية فيها. عشوائية الجيش، تحت هذا العنوان كتب أحمد حميد الشامي مقاله والذي قال في جزء منه: لم يعد الإرهاب والتطرف شبحا يحوم حول اليمن، بل أضحى واقعا نعيش تداعياته في كل حين. حرب وصراع تشنها جماعات دينية متطرفة تدعي بأن لها الحق الإلهي في الحكم. وجدت هذه الجماعات أرضا خصبة لمشاريعها الرجعية والمتخلفة عندما أيقنت بأن الجيش اليمني ليس له أهداف وطنية ومشروع يحمي الوطن مثل بقية جيوش العالم. فقد تم بناء الجيش في عهد صالح على أساس عائلي ومناطقي، فكان أغلب قادة المؤسسة العسكرية من قبيلته ومن بعض القبائل التي تخلص في الولاء لنظام صالح. بناء الجيش بتلك الطريقة هي من أدخلت اليمن في صراع استباحت حياتنا، حينما أشعلت الميليشيات المسلحة النيران في بيوتنا وشوارعنا ليطفئوا مصابيح الحياة ويغرقون بمستنقعات الكراهية والفتنة والانقسام. وبنفس الطريقة يتم اليوم بناء الجيش بتلك الطريقة العشوائية وبدون أهداف وثوابت وطنية. بناء جيش وطني يكون انتماؤه للجمهورية اليمنية يحتاج إلى إرادة وإدارة حقيقية، لكن الواقع يقول غير ذلك. ما يحصل اليوم في المؤسسة العسكرية من عبث وتلاعب لا يخدم مصلحة الوطن بقدر ما يخدم مصلحة المتنفذين. ما زلنا نقع في نفس الأخطاء والنهش الذي كان يمارسه النظام السابق في طريقة بناء الجيش، بل نمارس أكثر من تلك الأخطاء. نبني جيشا وهميا ليس له وجود في الواقع، كما يتم توزيع الرتب العسكرية وتقاسمها بين المتنفذين في المؤسسة العسكرية وتوزيع الألوية بين المشائخ والقبائل وكأنها ملكية خاصة. لم تكتفي رئاسة جامعة ذمار الحكومية بفصل أساتذة في تخصصات مختلفة لأسباب واهية كما يقول موقع المصدر أونلاين متابعا، بل امتد تعسفها إلى القيام بحجز حسابات المدرسين والسطو على أموالهم في انتهاك صارخ للقانون. وقال الموقع: إن الأساتذة يكافحون لانتزاع حقوقهم مسلحين بالقانون فقط، ويواجهون غطرسة رئاسة الجامعة لوحدهم. وتوضح وثائق اطلع عليها المصدر أونلاين قيام رئاسة جامعة ذمار بحجز حسابات بنكية لعدد 21 مدرسا والتصرف بأموالهم وتحويلها إلى حسابات الأمانات بالجامعة بموجب مذكرة لفرع بنك محلي بمحافظة ذمار. من الأخبار القادمة من العاصمة المؤقتة عدن،
عنون موقع عدن العاصمة في صفحته الرئيسية: غرس 4895 شتلة نفذها صندوق نظافة وتحسين عدن خلال الربع الأول من العام الحالي. وقال الموقع إن صندوق النظافة والتحسين في عدن نفذ خلال الأشهر الثلاثة الماضية غرس شتلات متنوعة في عدد من الجزر الوسطية للشوارع والجولات والأحواض والمساحات الخضراء وساحات رياض الأطفال والمؤسسات التعليمية والاجتماعية. وذكر تقرير فصلي صادر عن إدارة الحدائق والتشجير في الصندوق أن الغرسات شملت أنواعاً وأشكالاً متعددة من أشجار الزينة أبرزها الدمس والياسمين والشقر فضلاً عن أشجار المريمرة. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة العربي الجديد قالت إن الحكومة اليمنية بدأت تحقيقا موسعا بشأن سفر عدد إضافي من الركاب في رحلات النقل الجوي الوطني من مطار عدن ما يهدد سلامة المسافرين. مصادر مسؤولة قالت إن سفر أعداد إضافية بات ظاهرة تتجاوز قوانين الطيران والنقل الجوي، خاصة أن الزيادة تصل إلى عشرات المسافرين في كل رحلة، حيث يصعد عدد من الركاب إلى الطائرة في كل رحلة بدون حجوزات مسبقة ويصرون على السفر مستغلين تردي الوضع الأمني في المطار أو بدفع رشاوى. موظفون ومسافرون للعربي الجديد أكدوا أن العدد الإضافي من الركاب في كل رحلة يصل إلى 15 راكبا على الأقل، نصفهم يسافرون وقوفا، وأن الأمر لم يعد استثناء بل تحول إلى ظاهرة تتكرر في كل رحلة. صحيفة الخليج الإماراتية تناولت العديد من الموضوعات في الشأن اليمني، منها اليونيسف تحذر من توقف تعليم 4 ملايين طفل يمني. عنوان آخر للصحيفة: انتهاكات جسيمة بحق النساء تحت سلطة الحوثيين. ميدانيا عنونت صحيفة الخليج: حصار ميدي من 3 جبهات ومصرع 18 من الميليشيات، وأيضا تدمير صاروخ فلسطي باتجاه المخا. صحيفة الحياة اللندنية: رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر دعا مشايخ وأعيان إقليم حضرموت إلى الوقوف صفا واحدا في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وأكد خلال لقاء جمعه مع عدد منهم أن الحكومة وضعت خطتها الاستراتيجية في البناء والتنمية بمساعدة الأشقاء في السعودية والإمارات وبقية الدول الخليجية، مبينا أن الحكومة تبذل جهدا لتثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية لجميع المحافظات من دون استثناء. مثلما يهدد الإرهاب حياة الأفراد بإسقاط أجسادهم وسط دمائهم، فإنه وبدرجة أخطر يقوم بتهديد المجتمعات وإسقاط دولها في الفوضى، ليبقى الناس بلا سند ولا ظهر وبدون قوة عامة قادرة على توفير الحماية لهم. هكذا بدأ عدنان العديني مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين، وتابع الكاتب: الإرهاب الذي تعملق في الفراغ الذي صنعه الانقلابيون لن تكون أي من كياناته أو قيادته جزءا من أي عمل وطني يأتي بالدولة التي ستقوض كيانهم أصلا. إنها العدو اللدود لهم والقوة النافية لوجودهم، فكيف يمكن أن يكونوا في طريق ينطوي على تهديد لهم؟ التوسع الذي تحقق لجماعات العنف إثر الانقلاب مهدد بعودة الاستقرار السياسي في البلاد، وهو ما سيجعل عدائها للدولة لا يقل عن عداء الحوثي نفسه لها، فكلاهما يحضران بغياب الدولة التي لن تعود قطعا في حال استمرارها. لن يتنازل الإرهاب عن مكاسب ما بعد الانقلاب، والدولة التي ستحرمه منها سوف يعطل كل طريق يقود إليها. في هذا الوضع المائع الذي تتعدد فيه السلطات، يستطيع قادتهم أن ينصبوا أنفسهم حكاما بدون الحاجة لرضا الشعب. يكفي أنهم خلاصة الانسياب الشريف وحراس العقيدة المخلصون لتكون لهم شرعية الأمر والنهي، وبالاستناد لهذه الشرعية يستطيعون تحويل إرادتهم الشخصية إلى قانون ملزم على الجميع الانصياع لها. كل هذه الامتيازات معرضة للزوال إذا صار لليمنيين دولة، وهذا ما يجعلها الجهة التي تتشارك العداء لها كل السلطات الصغيرة.
الدولة الوطنية وسلطة القانون والعمل الجاد من أجلهما هو الدواء الحقيقي لهذا الداء العضال. أقيموا سلطة القانون وانشروا المعرفة وحاصروا الجهل، فإنها أنجع الحلول ليمن مستقر بلا عنف ولا إرهاب. وبالتوازي مع مسار استعادة الدولة، لا بد من مسار آخر في قلب المجتمع يعيد بناء الوعي الديني وفق مقاصد الإسلام التي تسقط الامتيازات وتعلي المساواة. من بين أكثر الأخبار السياسية التي تم تداولها بين المواقع والصحف، ما جاء في صحيفة الراية بعنوان المندوب الروسي مهاجما نظيره البريطاني، لماذا تنظر بعيدا وأنا أتحدث؟ انظر باتجاهي. وتقول الصحيفة: شهدت جلسة مجلس الأمن المنعقدة بشأن العاصمة دمشق هجوما غير مسبوق شنه مندوب روسيا السفير فلاديمير سافرينكوف على نظيره البريطاني السفير ماثيو ريكرافت، حيث طلب منه النظر إليه عند حديثه معه بحدة واضحة قائلا له: لماذا تنظر بعيدا وأنا أتحدث؟ انظر باتجاهي. ثم أردف السفير الروسي قائلا: إن روسيا لن تسمح باستخدام مجلس الأمن لتبرير تغيير النظام في العاصمة دمشق. يشار إلى أن المندوب البريطاني وفي تصرف دبلوماسي مألوف للتعبير عن امتعاضه، ولا بوجهه بعيدا عن السفير الروسي. في أكثر الأخبار قراءة في صحيفة القدس العربي: توقف ساعة بيج بن عن العمل. وقالت التفاصيل: أعلنت السلطات البريطانية عن توقف ساعة بيج بن أحد أشهر معالم لندن السياحية والتراثية عن العمل مرة جديدة، والسبب هو أعمال الصيانة التي ستوقف جرس الساعة عن مواصلة دقاتها. تتابع القدس: يذكر أن ساعة بيج بن تعد الأكثر ضبطاً للوقت في العالم، وستكلف أعمال الصيانة ملايين الجنيهات، أما المدة المتوقعة لهذه الصيانة فقد تصل إلى 3 أعوام. الصحيفة المصرية ميديا توداي نشرت خبرا عن مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ونشر في اليوتيوب حول لص صيني سرق هاتف امرأة أثناء استخدامها له وفر مسرعا لتقوده قدماه إلى مركز الشرطة دون أن يدري. المرأة قامت بملاحقة الرجل الذي عبر الشارع بسرعة ودخل إلى مرآب للسيارات دون أن يدري بأنه دخل إلى باحة لمركز الشرطة، وعلى الفور قام أفراد من الشرطة بمحاصرة اللص وإلقاء القبض عليه وإعادة الهاتف للمرأة. وبحسب تقارير الشرطة فإن الرجل اعترف بالسرقة وقال بأنه جديد في المنطقة ولم يكن يعرف بأنه يفر باتجاه مركز للشرطة. ما أتعس العالم معهما، تحت هذا العنوان يكتب المصري سليمان جودة مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط، وقال في أجزاء من المقال: ولولا مارتن لوثر ولولا المطبعة ما كانت أوروبا القرن 21 هي أوروبا التي نعرفها ونراها. لولاهما لوثر والمطبعة ما كانت أوروبا التي نراها أمامنا في هذا العصر. سطر عابر في كتاب يذكر أن هتلر خاطب جماهيره الألمان بالإذاعة وبالإذاعة وحدها، ونجح بها في ممارسة نوع من التنويم المغناطيسي لم يمارسه رجل بعده على الجماهير بتلك القوة ولا بذلك السحر، لنجد أنفسنا أمام توظيف واحد من مخترعات العلم في تطويع الجمهور وفي توجيه الفرد وهو مسلوب الإرادة. ولم تكن تجربة هتلر فريدة من نوعها، لأن القرن 20 الذي وظف فيه الزعيم الألماني الراديو على نحو ما وظفه لم يكد يبلغ ثلثه الأخير حتى كان على موعد مع توظيف آخر لمخترع جديد من مخترعات العلم في قيادة الملايين على يد خميني. لقد كان شريط الكاسيت هو أداته في حشد مؤيديه وفي نقل مواعظه إليهم، ولم يكن يفعل ذلك لوجه الله ولا لأجل سواد عيون مؤيديه، ولكن من أجل التأسيس لثورة قسمت المنطقة منذ يومها الأول قسمين وأقامت الحاجز بين المسلم والمسلم منذ قامت، رغم أن كليهما يعبد ربا واحدا ويتبع رسولا واحدا ويؤمن بكتاب واحد. مخترعات العلم كالسكين، يمكن أن تهيئ بها طعاما أو تقتل بها إنسانا، وما أتعس العالم إذا ما تلقف هتلر مخترعا منها في يده أو تلقفه خميني، ما أتعسه. وما أسعده لو جاء حظ اختراعات العلم فيه على نحو ما جاء حظها مع مارتن لوثر قبل 5 قرون.
تستضيف مدينة برادفورد معرضاً للتصوير الفوتوغرافي يحمل عنوان بريطانيا في بؤرة العدسة، ويتناول تاريخ التصوير الفوتوغرافي منذ بداية هذا المجال في بريطانيا في القرن 19 وتطوره في القرن 20. الصور التي نشرتها شبكة البي بي سي العربية توثق 170 عاماً من سحر التصوير في بريطانيا. نتابع. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.